السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. الفيديو ديال اليوم غادي يكون هو على تمارين في دراسة المتتاليات. التمرين غادي يكون كالتالي، يعني غادي نخدموا به بالاخص ببرهان الترجع. دونك بالنسبه للناس اللي بالنسبه للتلاميذ ديال السنه الثانيه بكالوريا، درس ديال الثانيه بكالوريا، دونك غادي خصكم تمشيو تراجعوا الدرس التراجع، يعني اللي كاين في درس المنطق، يعني داك برهان التراجع اللي كاين في درس ديال المنطق، باش تخدموا بهاد تخدموا هاد التمرين. دونك التمرين هو كالتالي، عندنا او 0 كتساوي 1 على 2، ومهما يكون ان كينتمي ل ان، او ان زائد 1 كيساوي 1 على 2، اونتر بارونتيز او ان بلس 1 على او ان. حنا اش قالوا لنا؟ قالنا بين ان مهما يكون ان كينتمي ل ان، هاد او ان ديما موجبه. دونك فاش يبان لكم واحد بان لكم سؤال بهذه الطريقه، فاول حاجه غادي تشوفوا هو ان بين ان. ملي كنقول شي حاجه راها بين ان، دونك هذيك الحاجه راها صحيحه، دونك هذه اللي كاينه هنا راه صحيحه، دونك راها هادشي اللي عندك هنا صحيح، غير خاصك تبينوا ليهم وصافي. الوغ كو فاش كيقول لكم هنايا هل، يعني هنا كيكون يا اما صحيح يا اما غلط، دونك انت ما كتكونش عارف اكزاكتومون دوك الشيء اللي كاين هنا، واش دوك الشيء اللي غادي تبرهن عليه هنا صحيح ولا غلط. الوغ كو فاش كيكون باين ان كما قلت لكم، فكتكونوا عارفين 100% كو راه هذا صحيح، غير خاصكم تبينوا. ثاني حاجه اللي غادي تركزوا ليها هو ان ملي كيكون عندكم مهما يكون ان كينتمي ل ان، وكيعطيكم واحد الحاجه، دونك او ان مثلا كبر من صفر، دونك اون فوا كتكون هاد الان اللي هو عدد صحيح طبيعي، كيبقاو يكتبوا لكم خصوصا على هذا الشكل، تكون على هذا العباره مهما يكون وبين، فكتعرفوا انكم خاصكم تخدموا ببرهان ترجع. اول حاجه برهان ترجع كنعرفوا عنده 3 ديال ليزيتاب. اول ايتاب هو اننا كنبينوا من اجل ان كتساوي اصغر قيمه، دونك هنايا ان كتنتمي ل ان، دونك اصغر قيمه ل ان كتكون هي صفر. الوغ ملي كتكون عندنا هنا نجمه، فاصغر قيمه ل ان كتكون هي واحد. دونك اول حاجه كنشوفوا كما قلت لكم، كنشوفوا كنديروا كنقولوا من اجل ان كتساوي اصغر قيمه، دونك هنايا عندنا من اجل ان كتساوي صفر، حيت عندنا هنا ان كينتمي ل ان. اول حاجه نقولوا هي نبينوا من اجل كما كنقولوا انا نديرو برهان باستعمال برهان ترجع. اول حاجه كما قلت لكم هي من اجل الان كتساوي صفر، فمن اجل الان كتساوي صفر يعني هذا الان خصو يكون هنا عندنا او صفر. الوغ كو حنا عندنا هنايا او صفر، يعني عندنا او صفر كتساوي 1 على 2، لدينا او دي صفر كتساوي 1 على 2، دونك من اجل ان كتساوي صفر فهذا محقق، يعني عندنا او صفر راها كبر من صفر، فهذا محقق من اجل ان كتساوي صفر. هذه اول حاجه. ثاني حاجه في البرهان ديال التراجع كنديروا افتراض التراجع، دونك كنفترضوا ان هذه صحيحه، دونك كنقولوا نفترض ان مهما يكون ان كينتمي لان، يولي ان راها كبر من صفر، دونك هذه افترضنا راها صحيحه. كتجي لطاب الثانيه هي لنبين ان، كنديروا دابا او ان بلس 1، دونك كنبينوا خصنا نبينوا دابا او ان بلس 1 كبر من صفر. عندنا افتراض الترجع يعني هذا ما راه محقق، دونك غادي نبينوا هذا راه صحيح. في غالب الاحيان يعني ولا نقولوا في جميع الحالات، ملي كنفترضوا واحد الحاجه راه صحيحه، دونك ديك الحاجه اللي افترضنا راه غادي نخدموا بها هنا، دونك حنا خاصنا نبينوا ان او ان بلس 1 كبر من صفر. عندنا هنايا او ان بلس 1 كتساوي 1 على 2 عامل لي او ان بلس 1 سور او ان، دونك حنا لدينا عندنا او ان بلس 1 كتساوي 1 على 2 او ان زائد 1 على او ان. دونك حنايا كيفاش غادي نبينوا ان او ان بلس 1 كبر من صفر؟ حنا عارفين ان افتراض الترجع عندنا او ان كبر من صفر، فهذا يعني اننا غادي نخدمو بالتأطير، يعني خصنا نبينوا ان 1 على 2 عامل لو او ان زائد 1 على او ان خص يكون عندنا هذا كبر من صفر.
نعلم أن حسب افتراض الترجح أن UN كبر من صفر. دونك إلا كانت UN كبر من صفر، وحدة لا UN غادي يكون تاهو كبر من صفر، ومنه وحدة لا UN حتى هو كبر من صفر. بما أن عندنا هنايا UN كبر من صفر، فالمقلوب ديالها حتى هو كيبقى كبر من صفر، حيت مازلنا لا سالب لا والو. دونك المجموع ديال عددين موجبين هو عدد موجب. دونك UN إذن UN زائد واحد على UN راها كبر من صفر. دونك هادي ليطاب الثالثة. عندنا في الأول هذا UN كبر من صفر، دونك المقلوب ديالو غادي يكون كبر من صفر. مجموع عددين موجبين راه هو عدد موجب، هادي ناحية. وحدة لا جوج موجب، غادي نضربو موجب في الموجب غادي يعطينا موجب. عندنا واحد على اثنان عامل ل UN زائد واحد على UN كبر من صفر، وبالتالي عندنا واحد على جوج UN زائد واحد على UN كبر من صفر. أنا ومنه يعني عندنا هادي راه هي UN بلس 1، UN بلس 1 اللي هي كتساوي واحد على جوج عامل UN زائد واحد على UN كبر من صفر. يعني أن كيلكو سوا N كينتمي ل N، UN بلس 1 كبر من صفر. يعني فوالا خرجنا UN بلس 1، وبما أن هاد UN بلس 1 راه كبر من صفر، ومنه حسب برهان الترجع عندنا كيكو سوا ان كينتمي لان UN كبر من صفر. دونك فوالا كما قلت لكم عندنا ثلاثة ديال المراحل كندوزو منها في برهان الترجع باش نبينو في الاخر ان هذا موجب. دونك في الاول كنديرو من اجل اصغر قيمة، من بعد افتراض ترجع، من بعد خاص كنبينو من اجل UN بلس 1، وبالتالي فاش كتخرج لينا هذه محققه فالافتراض كيكون صحيح. دونك اون فوا كتكون هذيك اللي بينتوها راه محققه، دونك اوتوماتيكمون اللي افترضتو راه صحيح، ما تقدروش تخرجوا واحد الحاجه صحيحه وانتم افترضتوا شي حاجه غلط، هذه ما يمكنش. دونك ما تكونوش انطلقتوا من واحد الحاجه اللي هي غلط وتخرج لكم شي حاجه صحيحه. هادشي علاش ملي كتخرج لكم هذه صحيحه راه اوتوماتيكمون راه الاولانيه اصلا راها صحيحه، هادشي خرج لكم صحيحه. دونك فوالا هذا واحد التمرين شويه يعني بعض من واحد التمارين اللي كيتحطوا في حالهم في الامتحان الوطني. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا واحد شويه شنو هو برهان الترجع. نتمنى الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم، وتنوني ان شاء الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.